خليني ارحب بدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين. دكتور سيد مساء الخير. تحياتي لحضرتك، اهلا اهلا وسهلا. بحضرتك، اهلا بيك فندم، اهلا بيك. النهارده كان فيه اهتمام وتركيز من سياده الرئيس بفكره الاهتمام بالتصنيع الغذائي، وحضرتك طبعا تابعت الاجتماع ووجه ايضا بخفض المخاطر المتعلقه بالاستثمار، تقديم الدعم للمستثمرين. خليني ابدا من فكره خفض المخاطر. ايه المخاطر اللي بتواجه المستثمرين في قطاع الزراعه؟ شوفي حضرتك، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من يعني اولى الملفات اللي بيوليها اهتمام كبير هو ملف الامن الغذائي والزراعه، لان ده يعني اصبحت قضيه بتهم العالم كله، مساله الامن الغذائي. ويمكن النهارده الاجتماع كان يعني جزء فيه رئيسي التعاون الزراعي مع اشقائنا في القاره الامريكيه، وده نتيجة العلاقات الجيدة والمتميزة اللي يعني بذلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولاته المتعددة للعديد من الدول الأفريقية والتعاون المشترك. ومسألة الزراعة والشراكة الزراعية في القارة الأفريقية دي بتحقق منفعة متبادلة ما بيننا وما بين أشقائنا الأفارقة، وبالتالي أصبحت هناك إرادة سياسية لدى الدول الأفريقية بالتعاون الوثيق مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك في مشروعات. ولكن كان توجيه السيد الرئيس أن هذه المشروعات يتولاها القطاع الخاص المصري للاستثمار مع أشقائنا الأفارقة. ويمكن هذا التوجه سبقه خطوات. احنا كان في الطريق بتاع اسكندرية كيب تاون، تقريبا مصر خلصت الجزء داخل الأراضي المصرية لغايه السودان الشقيق، سواء كان على ساحل البحر الاحمر او معبر اركين، تطوير الطريق الصحراوي الغربي دلوقتي اكتمل لغايه ابو سمبل. وبالتالي اصبح عندك تقدر تعمل تبادل تجاري وتبادل سلع عن طريق النقل البري، وبالتالي دي اللي عززت دور العمليه الاستثمار في الزراعي في القاره الافريقيه. وكان توجيه للحكومه ان احنا نيسر للقطاع الخاص المصري ان هو يشارك في عمليه المشروعات الزراعيه. تمام. ويمكن احنا حضرتك شفنا العيد الاضحى الماضي كان فيه لحمه لمستثمرين مصريين كانت جايه من تشاد. أيوة. وده يعني ده دور مهم جدا للقطاع الخاص في هذا التعاون. بالنسبه نمشي سيره اللحمه بقى يا دكتور سيد، عشان في اخبار طالعه بتقول انه اللحمه هتغلى الفتره اللي جايه بشكل كبير، وانا مش عارفه ايه 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 الحاله اللي حاصله دي يعني. احنا هل ده حقيقه؟ واعتقد ده كان تصريح ليك ولا لمين؟ لا مش لي انا، مش بس احنا طبعا نامل حد الجمله ولا حاجه، انما مش انا انما نامل ان الاسعار لما بتؤكد الفكره دي او ال متوقع انه يكون في ارتفاع لاسعار اللحمه خلال الفتره اللي جايه، اللحوم الحمراء تحديدا. وبالتالي دور مهم جدا، الدوله طبعا بتستورد زي ما حضرتك عارفه. نعم. سواء لحوم مبرده او مجمده. نعم. بحيث ان هي تحاول تخفض الاسعار للحوم. نعم. للحوم الحمراء. طيب عند حضرتك ليه فكره خفض المخاطر المتعلقه بالاستثمار ودعم المستثمرين؟ ده توجه السيد الرئيس ويمكن توجه الحكومة. واحنا شفنا يوم السبت الماضي بالنسبة للقطاع الخاص الزراعي، دولة رئيس الوزراء كان في محافظة البحيرة وزار بعض المشروعات الزراعية للقطاع الخاص المتعلقة بالتصدير، وده كله في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص الزراعي ومشاركته بقوة في الاستثمارات الزراعية، لأن ده دور للقطاع الخاص والحكومة بتعززه. مخاطر الاستثمار اللي واجه بها السيد الرئيس ده شيء بيدي طمانينه للمستثمرين في القطاع الزراعي تحديدا. ان انت عارفه حضرتك احيانا بيبقى فيه بعض المعوقات، وصدر قانون الاستثمار. نعم. وكذا. انما لسه ما زال في بعض المعوقات اللي بتقابل المستثمرين، وحتى في مخاطر الاستثمار، لان النهارده هو عشان ينتج وعشان يصدر وارد بيبقى فيه بعض التغيرات المناخية بتأثر على إنتاجهم. وبالتالي لابد يكون في يعني ضبط لعملية يعني خفض المخاطر بتاعت الاستثمار خصوصا في قطاع الزراعة، لأن هذا القطاع مرتبط بالطبيعة، مرتبط بالتغيرات المناخية، أحيانا بعض الأمور الخارجة عن إرادة الإنسان. كل ده لابد يبقى فيه ضمانة لمخاطر هذا الاستثمار في هذا القطاع، بجانب التسهيلات اللي تقدم لهم سواء في عمليات إصلاح الأراضي
في عمليات التصدير، كل دي بتساعد وبتدعم دور القطاع الخاص ان هو يبذل مجهود اكثر، يشارك اكثر في المشروعات الزراعيه. تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور سيد خليفه، بشكرك، شكرا.